الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دوت سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا، وعلى طول دايما بتوحشوني. واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الدوت سبورت. حلقة اليوم يا جماعة، قبل ما اتكلم على اي شيء، انا ما كنتش هعمل حلقة النهاردة ولا بكرة، لكن النهاردة حبيت اللي انا اعملها علشان اخلي كل المتابعين وكل اخواتي وكل اصحابي وكل الناس المحترمة اللي على صفحة دود سبورت تدعي بكل قلبها للخلوق النضيف المحترم كابتن ايهاب جلال، اللي بصراحة كان من انضف الشخصيات، كان من اروع الشخصيات، كان من الشخصيات اللي محدش بيقدر يشتكي منها، وربنا سبحانه وتعالى قال كل شيء قادر، ربنا على كل شيء، وزي ما اعطى زي ما اخد، وان شاء الله باذن الله في الجنه ونعيمها. اللهم اغفر له وارحمه وتوب علي يا رب وسامحه وثبته عند السؤال يا رب العالمين، وتوب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. ودعواتكم لكابتن ايهاب جلال، ثم احمد رفعت، ثم علاء علي، ثم نورهان، ثم نرجس. النهاردة الجنازة كانت في منتهى الجمال من محبة الكابتن ايهاب جلال. يعني النهاردة شيء حزننا، شيء كلنا مش مصدقين، كلنا حزنانين، كلنا زعلانين على الشخصية الجميلة المحترمة. وعايز اقول حاجة، اللي حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمه، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد قال عليه كلمة مش كويسة، حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاجة اتقالت عليه في ظهر انسان نضيف بالشكل ده. وان شاء الله بإذن الله بإذن الله في الجنة ونعيمها يا رب العالمين، وتوب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم على حلقة اليوم في بعض صفقات النادي الاهلي اللي بالفعل خلصت، وكان النهاردة النادي الاهلي في اخر يوم في تأييد الصفقات. يعني النهاردة هنتكلم على لاعب وصفقة محترمة جدا، ايضا هنخش في حتة محمد علي بن رمضان والفينش الاخير بالنسبه لكابتن محمود الخطيب بنفسه، علشان بيتابع الراجل وهيدفع ايه وهيعمل ايه. مؤكد ان نادي الزمالك بعد رفض مستر نجيب سويرس على بعض اللعيبه المهمه، ثم الصلح خير بين كولر ومحمود عبد المنعم كهربا. قبل ما نخش على الفيديو، عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل جرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. وانا مستمر بدعمك، اخبار، حصريات، هجمات، كل شيء داخل ملعب الدود سبارت. عايزين نتكلم في الموضوع الاول، وهو موضوع صفقة النادي الاهلي. هو فيلي 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 تراوري، الجنسية موزمبيق، الجنسية كونغولي، بيلعب في نادي مازيمبي، صاحب 23 عام، بيلعب مهاجم صريح. الصفقة معمول حسابها على مليون ونص دولار. طب يا كابتن دوني، ما احنا جايبين يوسف ستريتش، يوسف ستريتش طبعا الجنسية الفلسطينية، والراجل مرحب جدا عشان الراجل هيتأيد مصري، لكن لاعب أجنبي اللي هو أفريقي، اللي هو تراوري طبعا زي ما قلت لحضراتكم 23 سنة، طوله 177 سنتي، هجام، لعب 12 مباراة مع مازيمبي في بطولة الأمم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل 8 أهداف من 12 مباراة وصنع هدفين، واللاعب يقترب بشكل كبير للنادي الأهلي علشان في الوقت الحالي النهاردة آخر يوم للقيد. طب يا كابتن دودي، يوسف سيرليتش، ما أنا قلت لك الكلام ده، الراجل فلسطيني والراجل النادي الأهلي هيقترب منه بشكل رسمي علشان يتأيد مصري، وهتكون الصفقتين المهمين جدا علشان النادي الأهلي عمال يتكلم على الأسطورة يا كابتن بيبو، من فضلك الصفقات والمهاجمين. اهو جاب لك صفقتين محترمين، صفقه من العيار الثقيل من
لاعب مازيمبي، وطبعا اضافه قويه جدا 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 مع يوسف سريتش طبعا الفلسطيني، والصفقتين يقتربوا بشكل كبير من النادي الاهلي. الخبر الثاني والكابتن محمود الخطيب بنفسه على محمد علي بن رمضان. ايه يا كابتن دولي، في اخبار حلوه؟ اه في اخبار جميله مش حلوه. كابتن محمود الخطيب اخر اخبار الرتوشه الاخيره علشان يفتح ملف محمد علي بن رمضان مره اخرى، وبيتكلم مع النادي المجري. النادي المجري طالب بيقول لي كابتن محمود الخطيب احنا عايزين فلوس كاش. كابتن محمود رد بنفسه وقال له او قال لهم بمعنى الكلمه انا هدفع 1.5 مليون والدفعه الثانيه بعد 6 شهور. الناس بتفكر هيعملوا ايه او هيردوا على كابتن محمود الخطيب هيقولوا له ايه، واحنا معلقين في الوقت الحالي على محمد علي بن رمضان وفتح ملف بن رمضان تاني، مش علشان جازت نفسها، لا الصفقه مطلوبه من جماهير النادي الاهلي الى اداره النادي الاهلي. ثم مارسيل كولر مأكد مع اداره النادي الاهلي على ضم اللاعب محمد علي بن رمضان، وبن رمضان مدي النادي الاهلي مدي مهله بسيطه لاداره النادي المجري على حته الردود على كابتن محمود الخطيب في حته المليون يورو كاش، 1.5 مليون كاش، والدفعه الثانيه ستكون بعد 6 شهور في ملف محمد علي بن رمضان. كابتن دودي في مفاجآت النهارده؟ اه في مفاجآت. ايه هي؟ الصلح خير بين محمود عبد المنعم كهربا ومارسيل كولر. الراجل كان زعلان وكان شايل منه في حته اللي ما جاش التمرين. اولا اتخصم منه ال 100,000 جنيه بتوع عقوبه التمرين والالتزام، مفيش مشكله. لكن مارسيل كولر قعد مع كهربا وكهربا رد وقال له والدتي كانت في المستشفى، طبعا المترجم قاعد معاهم، والدتي كانت في المستشفى بقالها اسبوع وكانت في العنايه المركزه، وطبعا المترجم بيترجم له والمترجم بيقول له والمترجم بيعيد له والمترجم بيصحح والمترجم كل شيء الكويس بيقول له الامر 1 2 3 4 5. رد عليه مارسيل كولر وقال له انا اهم شيء عندي التمرين، يعني انت ممكن تخلص تمرينك وتطلع على والدتك على المستشفى او تطمن عليها او تطمن ببعض اخواتك ايه اخر الاخبار، ايه الدنيا ماشيه ازاي، الكلام ده كله. الراجل رد عليه بكل منطق وقال له الخصم اتشال وانا عايزك الفتره اللي جايه تكون ملتزم علشان انت هتكون من ضمن الناس اللي هتلعب، علشان انت اتمسكت بالبقاء داخل النادي الاهلي. ومارسيل كولر الصلح خير بين كولر ومحمود عبد المنعم. الخبر الرابع وهو خبر مهم جدا جدا جدا، مستر نجيب سويرس يرفض الثلاثي المرح للانضمام لنادي الزمالك. هو انت لما جيت اتكلمت على ماجد هاني ولاعب تاني لنادي زد وانت تعاقدت معاهم واحنا اديناهم لك علشان احنا اكبر من اي حاجه في الدنيا واديناهم لك مفيش مشكله، رد علينا نجيب سويرس قال له برضو انا مش هديك ولا محمد اسماعيل ولا البنوبي ولا عبد الرحمن البنوبي ولا زيكو، ادي الثلاثه اللي بنتكلم عنهم نادي الزمالك. رد عليه بكل منطق وقال له احنا في حاجه بيننا وبينك في صفقه عمر خضر ابو 700,000 دولار، يعني بنتكلم على بعض صفات. ورد عليه مرفوض تماما مستر نجيب سويرس بعد رفضه للاستاذ حسين لبيب على الثلاثي للانضمام لنادي الزمالك. بصراحه عايزين نتكلم ونقول ان النادي الاهلي جاهز في كل الاتجاهات. الخطيب عنده محمد الشناوي، عنده مصطفى شوبير وحمزه علاء في الدفاع، اشرف داري، يوسف ايمن، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد هاني، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يحيى عطيه الله، احمد نبيل، كوكا، كريم الدبيس، مروان عطيه، اكرم توفيق، اكرم وعمر السليه، وامام عاشور، وعمر الساعي، وقفشه، وبيرس تاوي، وحسين الشحات، ورضا سليم، وطاهر محمد طاهر، وسام ابو علي، ومحمود عبد المنعم كهربا، علشان يكون داخل السوبر واللعيبه كلها جاهزه وما فيهاش اي شيء غير اشرف داري. وبس كده اكون وصلت لحلقة حلقتي، بتمنى من الله تكون الحلقه عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم يا ريت تعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدود سبورت. قبل ما اقفل معاكم يا ريت ندعي من قلبنا وبعض حزننا
الكابتن إيهاب جلال بالرحمة والمغفرة يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تقولش دلوقتي هتبقى تشجيع عندنا بنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.